وبما ان احنا بنتكلم في قفشات الافلام واتكلمنا النهارده على موضوع او هنتكلم النهارده على موضوع القايمه الدوليه للحكام، وكل حلقه لما بطلع ببقى مستني كده دليل مادي اجي بيه لحضراتكم عشان اقول لكم بصوا احنا قلنا ايه. ولما بشرح ده عشان الناس في اتحاد الكره وفي لجنه الحكام يبقوا عارفين اللي احنا هدفنا نوصل معلومه صحيحه، لا هدفنا شخصي ولا هدفنا اللي احنا بندافع عن النادي الاهلي سواء في الحق او الباطل. احنا هدفنا والله تطوير منظومه التحكيم زي ما النادي الاهلي بيعلن في كل بياناته الرسميه او في كل خطاباته الرسميه اللي بيتم ارسالها لاتحاد الكره، تطوير منظومه التحكيم. من اوائل الامور اللي ممكن يبقى ليها دور في تطوير منظومه التحكيم القايمه الدوليه بتاعتك. لازم القايمه الدوليه تبقى معموله بنسبه 100% سليمه وصحيحه عشان تحافظ على الكوتا المتعلقه بحكامك لما يتم الاستدعاء ليهم في مباريات الكاف او حتى في الفيفا. انا بقى لي فتره بتكلم على القايمه الدوليه وبتكلم على عدد من اسماء الحكام بشكل مباشر، وبقول في كل مره الدليل المادي بتاعي ايه. اخر مره طلعت بالدليل المادي وقلت لكم ساعتها كان انفراد لينا من حكام لقاء السوبر الافريقي، وقلت لكم وقتها ان اللي هيدير تقنيه الفيديو حكمه من موريشيوس لاول مره اسمها ماريا ريفيد. ماريا ريفيد، طيب ماريا ريفيد وصورتكم هي الصوره بتاعتها هي على الشاشه، وكنا استعرضنا طبعا اختيارها لتقنيه الفيديو. وقلنا وقتها وانا بتكلم على ماريا ريفيد قلت ليه الكاف والفيفا، حتى كان في نقاش كده مع احد الحكام الدوليين الكبار اللي كان رئيس لجنه في اتحاد الكره من فتره، قال لي هو يفضل ان اللي يكون معاه اشاره الملعب يكون معاه اشاره الفار وليس يجب، على حسب ان الفكره لو يجب دي يبقى لازم يتبعت بيها خطاب رسمي عشان تبقى معايير للقايمه الدوليه. فقال لي يفضل، ولكن اللي يفضل يا كابتن دلوقتي اصبح بقى شيء رسمي، اتبعت بقى ما اتبعتش دي قصه تانية ليها علاقه بالفيفا والكاف مع الاتحادات الوطنيه، ولكن انا معلوماتي اللي قلتها في الملف ده كانت صحيحه بنسبه 100%. ليه بقى؟ ماريا ريفيت حكمت موريشيوس اللي هتكون على تقنيه الفيديو مع الحكم الجابوني اللي هيدير المباراه النهارده هي حكمت فيديو. النهارده الاتحاد الافريقي اداها مباراه مهمه جدا في تصفيات دوري ابطال افريقيا للسيدات في منطقه الكثافه في منطقه جنوب ووسط افريقيا. النهارده هتدير مباراه ما بين بطل بوتسوانا مع بطل موزمبيق. الناس ممكن ما تهتمش بالتفاصيل دي على فكره، بس احنا بناكد لحضراتكم لما بنتكلم على معلومه في فكره اللي معاه اشاره الملعب لازم يكون معاه اشاره الفار عشان اختيارك للبطولات يبقى متاح بنسبه توصل ل 100%، لازم اللجنه المحليه عندك تساعدك في ده. فالنهارده اهو مثل رسمي باكده لحضراتكم، لولا بس ان ما ينفعش اطلع الخطابات الرسميه في مساله تعيين المباريات كنت عملت ده، لكن انا عارف حفاظا على سريه التعيينات يعني فمش هطلع مستندات. فماريا ريفيت النهارده عندها مباراه مهمه في تصفيات دوري ابطال افريقيا للسيدات في منطقه الكثافه، وبعد 10 ايام هتكون موجوده في السعوديه. النهارده هي بتحكم حكم صفاره، بعد 10 ايام هتكون موجوده في السعوديه عشان تدير تقنيه الفار في مباراه الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، والمساعد ليها الايفار هيكون الحكم المغربي عادل زوراك. بالمناسبه كمان الماتش على فكره احنا عارفين في حكم مساحه الحكم الجابوني معاه اثنين مساعدين، واحد من الجابون وواحد من الكاميرون وحكم رابع. في حكم اضافي من السودان كابتن محمد عبد الله حكم اضافي مع الحكم الرابع، يعني المباراه دي هنشوف فيها اثنين حكام قاعدين على البنش دكه التغييرات اللي هي فيها تغييرات او رفع عدد الدقائق في الوقت بدل الضايع، هيكون فيه اثنين حكام على فكره. فتم إضافة حكم سوداني في هذه المباراة مع الحكام اللي هيكونوا موجودين في الملعب. ده ياخدني بقى لسكة تانية وموضوع تاني. ما أنا لما باجي معايا دليل مادي ببقى مش هقول مبسوط من انفراد أو معلومة أنا قلتها، ولكن أنا بدلل على المعلومات اللي بقولها بتفاصيل رسمية بيتم اتخاذها في الساعات الأخيرة. وأنا عارف طبعًا محدش في اللجنة يهتم أو في اتحاد الكرة يشوف الكاف بيشتغل إزاي أو الفيفا بيشتغل إزاي، ولكن إحنا دورنا الإعلامي نحاول نثقف الناس نوصل لهم المعلومة الصحيحة. فاكرين المسلسل الجميل بتاع محمد صبحي سنبل؟ في مشهد كده كان جميل داخل خناقة، أنا موضوع القائمة الدولية بالنسبة لي مش هقول خناقة بس أنا داخل كده إيه بقلب جامد. محمد صبحي وقتها كان قال الفنان العظيم محمد صبحي كان قال وقتها لمحمود القلعاوي خش برجالتك يا فرج. فأنا النهاردة داخل إيه مش برجالتي، أنا داخل بمعلوماتي. إيه هي المعلومات؟ قلت لكم من كام يوم برضو في نفس الفكرة إشارة الملعب وإشارة الفار. النهاردة وانا بتكلم على فكره القايمه الدوليه وقلت محمد عادل عنده كاس امم افريقيا في كوت ديفوار، ودي معلومه انا قلتها لان انا واثق منها. النهارده الاتحاد الافريقي بيسند اهم مباراه في
في دوري أبطال إفريقيا، ونقدر نقول ده نهاية مبكر ما بين النجم الساحلي التونسي والجيش الملكي المغربي يوم 16/9 في سوسة. مين اللي هيدير هذه المباراة؟ الكابتن محمد عادل. تاني، مباراة النجم الساحلي التونسي والجيش الملكي المغربي، يا جماعة ده نهاية مبكر على فكرة، تخيل النهائي الماتش ده بيتلعب دور تمهيدي في دوري أبطال إفريقيا، ده المفروض يبقى نهائي، يا إما دوري أبطال يا إما كونفدرالية، فرقتين لهم شعبية كبيرة. مين اللي هيتم أو مين الحكم اللي تم اختياره لإدارة المباراة؟ الكابتن محمد عادل. ليه؟ لأنه عنده مباراة كمان مهمة جدا في تصفيات إفريقيا يوم السبت اللي جاي ما بين موزمبيق وبنين على بطاقة التأهل لكأس الأمم الإفريقية، يعني مباراتين في ظرف 10 أيام، 6/9 أو 8/9، 8/9 أو 9/9، وماتش تاني يوم 19/9، في ظرف أسبوع عنده مباراتين مهمين جدا وحاسمين. ده يدل على شيء، بيدل على إيه؟ إن الاتحاد الإفريقي وضع ثقة كبيرة جدا في حكم مصر في الفترة دي، وبالتالي الحكم ده معلوماتي اللي قلتها قبل كده عنده كأس أمم. فنصيحتي للجنة بلاش تتعامل في القائمة الدولية بحسابات المراحل السنية، لأن الكاف هيتدخل تاني ويبعت لك إيميل. وأكبر دليل التعيينات اللي بتحصل في الساعات الأخيرة. عارفين يعني إيه حكم مصري زي محمد عادل ياخد ماتش النجم الساحلي والجيش الملكي؟ ده معناه إن الراجل في تفكير واستراتيجية اللجنة عشان كأس الأمم الإفريقية. فإحنا لما بنقول معلومة للناس بنقولها مجردة من أي وجهة نظر، رغم إن إحنا هنا أكتر الناس اللي هاجمنا محمد عادل في فترة من الفترات، ولكن مصلحة التحكيم المصري تقتضي إن في كأس الأمم عندنا مش أقل من 7 حكام، فحافظ على السبعة، اديهم الشارة بشكل قوي بحيث إن حكامك يكونوا موجودين في الأحداث الكبيرة. ده رسالتنا للمسؤولين عشان مصلحة التحكيم اللي إحنا بنتكلم عليها واللي الأهلي بيتكلم عليها عشان تطوير المنظومة. آخر حاجة في إطار تطوير المنظومة، الأسبوع اللي فات انفردت بيه تشكيل لجنة الحكام، وقلت من مصادرنا إن تشكيل اللجنة فيه بريرة رئيسا للجنة، كابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة كابتن حمد القاضي، كابتن مجدي رزق، كابتن أحمد أبو العيلة، وغالبا هو هيكون مدير اللجنة، ومعاه وجهين جديدين في اللجنة، كابتن أحمد الجرحي والكابتن أحمد ساهر. أنا قلت التشكيل من هنا واتحاد الكرة ضرب غطس. ليه؟ كان هيعلن التشكيل الأسبوع اللي فات، لغاية اللحظة دي لم يعلن التشكيل، ومحدش عارف الاتحاد اجتمع ولا ما اجتمعش. عارفين لما حد يضرب غطس وما تعرفش هو راح فين؟ هو ده اللي حصل دلوقتي. يا جماعة فين التشكيل؟ محدش قال التشكيل. طب ليه ضربوا غطس وما علموش التشكيل؟ لأن أنا كشفت تفصيلة صغيرة ممكن تكون عدت على حد، هفترض حسن النية. ليه؟ قلت يا جماعة مع كامل التقدير واحترام الكابتن أحمد ساهر، حكم كان مساعد مميز جدا، وحاليا حسب معلوماتي ان هو كمان مدير كوره في احد الانديه للكره النسائيه، دي جزئيه تانية ليها علاقه بقى بفكره انه ينفع ولا ما ينفعش، بس انا اتكلمت في جزئيه ليها علاقه بالشفافيه. ما انا دايما بحب اتكلم على موضوع لوائح الفيفا، لما اتكلم على الشفافيه والنزاهه الرياضيه دي مهمه جدا في مساله التعيينات. لما تجيب حكم لازم تعرف الهيستوري بتاعه، ليه علاقه بالانديه ولا ملوش علاقه بالانديه، شغال في احد الانديه ولا لا، هل هناك درجة أولى من القرابة أو درجة تانية بحد مثلا شغال في قناة نادي أو شغال في نادي. الأمور دي مهمة جدا على فكرة في التعيينات بره في الاتحاد الدولي تحديدا. فأنا قلت وقتها كابتن أحمد ساهر شقيقه أخوه، وهو حد صديق عزيز، وهو إحنا علاقتنا بالناس كلها الحمد لله علاقة مميزة جدا، ولكن إحنا بنتكلم على فكرة يعني إيه منع للحساسية. ما ينفعش تحط عضو لجنة حكام يكون أخوه شغال مقدم برامج في قناة نادي منافس، لما يجي يحط هو تعيينات الحكام، والكابتن احمد ساهر المفروض كمان ان هو مكلف بملف التعيينات، هيعين حكام ازاي في مباريات فرق بتنافس بعض واخوه بيعمل في اعلام او منظومه اعلاميه للفريق اللي بيلعب في الدوري العام ومنافس في الدوري العام؟ اكيد يعني منع للاحراج بلاش. انا قلت المعلومه من هنا، فانا مستني بقى يعلنوا التشكيل، ضربوا غطس وما علنوش التشكيل. فاتمنى لو تداركتوا الموقف هيبقى شيء كويس جدا، ما عندناش مشكلة تقولوا التشكيل الجديد، وتقولوا بريرا عايز يشتغل ازاي وعايز يعمل ايه، عايز يصنف الحكام الناس تدعمه في القرار، عايز يحط حكام في الدوري الممتاز بس اللي هم كانوا موجودين في معسكر النخبة او معسكر القائمة الدولية، اهلا بيه، لسه هنتفرج وهندعمه في كل افكاره وفي كل شغل اللي عايز يعمله، وفي الاخر هنقيم شغله نجح ولا فشل، في حد بيحاول يفشله مش هنستنى عليه، يعني احنا على طول انتوا عارفيننا بنتكلم بكل صراحة، هنرد على فكرة بأسانيد، ما بنردش احنا بنقولش كلام في الهواء. فأتمنى الفترة الجاية ان اتحاد الكرة كده ياخد نفس ويعمل اجتماع
ويعلن تشكيل لجنة الحكام. وإحنا كمان هناخد نفس ونطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف آخر أخبار الترند.